تسلسل. ارحب ارحب ابو سابر. مرحب والله العظيم انه يستاهل من يقوم يسلم عليه قسم بجلال الله. رفعت خمس ساعات لا ارحب 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 يا هلا 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 وين الو كيف الطريق حالك؟ كيف الطريق يا عثمان؟ حرام لي حجر انا وسيف، حرام لي حسبت طلعت من البرنامج وسحبت وخليته. هل هذا كلام يا ابو ترى انا انسحبت وينك فيه؟ حلو طلعت بس انسحاب انسحاب ايه يوم طلعت برا ترى الاحمر الداكن عليك وطالع وطعم السلامه الى الله ابو سعد في القناه ابو فهد في القناه ابو نزال خسرت والله دفع سبع ورخاه سبع يعني العود كفو عبد الله هردف عليك عودت لك الله ابشرك تجهيزات برا بس فنجان قهوه بس فنجان ترقبوا ان شاء الله ترقبوا يا هلا يا ابو سابر يا الله يجزيك فيك ها ايش انت راجع شتد حلو ذا ابو سابر اتشين اوه حق ابو سعد يا سلام جمال كلمات ابو سعد والله الله يعافيه انا مجرد اداه لنقل كلمات ابو سعد جمال الانامل التي كتبت القصيده واجتمعت ببعض ولحن وايش اسمه عذوبه صوت الحنجره الذهبيه زايد بن سابر ما انت عداك ابو نزال الله الحمد لله شلون كل يوم بطلع خمس ساعات عشان القى الترحيب الحار ما طلعت خمس سبعات ما اخذت خمس ساعات ثلاث ساعات الله يسلمك الله يحفظك والله اني طلعت اجهز الامور ان شاء الله انا بعد بكره ان شاء الله ثلاث كراتين اجر كرتين اخضر حلوه اربع كراتين اخضر اربع سبعه اي سبعه ما يصلح سبعه يبونه تغطيه فرح ترى ترى تدري ان اللي يجيبونه في العزايم الاخضر والله انه احترام لل شو اسمه للتاريخ حقه انا مطلوب بعد ولا ولانه ما يشرب شفتك ايش عندك تاثير لا والله ما طلعت انا متخس طلعت وانا مدشن طلعت وجهزت امور وسجلت حاجات و... فيه بعد ان شاء الله بعد بكره بتشوف شيء عطاشه بالحكي وياك عطاشه موارد بعيده قوموا يلا شباب كيفكم بنقوم هناك بقهوه الناس جاي هاي بشير قرار برجقة جديد ها كلنا شيوخ حلوه كلنا شيوخ طيب نطلع نرقد ولا اصلا خلينا معنا يعني رجع اقناع حق اصلا يعني مصر ترقى في نص يوم الى شيخ شيخ الكون نعاون شيخ واحنا صرنا شيوخ قال اصلا ولا ما قال اصلا لا لا اللقلقه كيف الطريقه الشباب كلهم بيرجعون حلو عيال بكره شو يدخل يا كامل شباب يدخل كام الساعه نصف الليل بس يقول من ممتلكات القريه يعني القريه يعني انا قناعي باقي مدخوليه كل واحد يتخبال ورا الخلا وش الدخل بس ابو فهد كيف طريقته؟ لا ما اقدر عموما تخبى الخلا تخبى ورا الخلا تخبى ورا بس النخال 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 حليل يا ولد اليوم الحروف ضايعه والكلمات ضربت من الجدار هوي من النخل 10 احنا 12 تقدر انت عادي شو تبديل كيف كريت ولا اسمع ابو فهد وين؟ في اثنين ورا الخلا سيف سيف ما يحتاج انخلا يجي في الحاله يحط له شعر اتوقع سيف مره برجيك حسب ما صوره ما شاء الله كيف عرفت ان تسقطت الله لا تعال تعال قهوه مشينا مشينا خلينا نغير المحل ابغى قهوه ايش في المحل برد وين برد والله ما في برد الناس اكيد انها من الناس مقامات طيب ازرق ازرق برد ازرق احس انه برد